السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير ومزيانين وبأحوال جيدة. اش اخباركم اليوم؟ ان شاء الله فيديو جديد على القناة ديالي، قناة يومية جميلة ببروكسل. قناة يعني اللي متنوعة بالوصفات وبالروتينات الهادفة طبعا مرة، والأهم أنني نقدم لكم وصفات اللي تكون متميزة وتكون ناجحة. وكنرحب بكم كاملين، البنات القدام والبنات الجداد مرحبا بكم، والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناة كنقول لكم ضغطوا على الزر الأحمر اشتراك وفعلوا الجرس باش هكا توصلوا بكل جديد، وضربوا دورة في القناة أكيد غادي يعجبكم المحتوى. وإن شاء الله دعموني أكثر باش القناة ديالي تزيد الأمام ونعطيكم وصفات اللي تكون متميزة. وهنا غادي نشوفوا معايا في هاد الفيديو النهار ديالي جزء منه اللي غادي يدوز تقريبا 80% فيه غير التغذية. راكم عارفين التغذية ومني تقداو وتجيو عاود ترتبو عاود التلاجة وكل شي، داكشي يعني تمارة ديال بصح. وان شاء الله غادي نشوفوا معايا بزاف ديال الحويجات، يعني البنات اللي مهتمين هكا في التغذيه ويعني الاشياء اللي كانوا كيسولوني عليها في الفيديو، غادي نتقاسم معاكم شي حوايج منها في الفيديو اكيد. وغادي ندوز دابا باش نمشي معاكم للسوبر مارشي. غنمشي الاول ليدل هو الاول، عاد من بعدها غادي نديكم لدوليز. هنا كنت جيت ليدل تقريبا لقيت بزاف ديال الحوايج ما كاينينش، يعني ناقصين، لان راكو عارفين الويكاند كيكونوا الناس كلشي ما مقضينش والزحام وداكشي. خديت شي حويجات من هنا، خديت المهنكا كما لاحظتوا، خديت غير جوج. القرعه ما خديتهاش، ما عجبتنيش صراحه. نجال حتى هو خديت غير جوجات، جاني ثقيل الشكل ديالو مني كنهزو. انا دائما نجال باش تعرفوا البنات مزيان هزوا في يديكم وشوفوا الا كان خفيف هذاك عارفيه باللي راه مزيان، كان ثقيل عارفيه ماشي مزيان. خديت الفلفله الحاره كما لاحظتوا، خديت جوج ديال الساشيات. خديت الخيزو، خديت هاد لي زاسبرج، خديت هاد اللوبيا هادي. المهم خديت شي حويجات يعني مهمين اللي لقيتهم عجبوني. اكيد اللي معجباتنيش راني مشيت كملت القضيه ديالي من دوليز، صراحه هي اللي فيها بزاف ديال الاشياء ومتنوعه. وخديت الخيار لي سوغيز، قلبتهم ما عجبونيش، جاوني بحال ساكرين ما خديتهمش. خديت لافوكا، خديت ثلاثه ديال الحبات. مطيشه، وهنا البنات انا راني في دوليز يعني مشيت المجازة الاخرى. غدا ناخذ منها لي سوغيز، عجبوني عندهم، لاحظوا كيفاش كيبان الشكل ديالهم. هاد اللون هذا اللي كيكون اللون ديالو فونسي كيكون حلو وما مضروبش، يعني سوريز نقي، يعني ما محتاجاش تعزلي، غير انا كنعزل داك اللون اللي كيكون فونسي بزاف كيكون زوين اكثر، لان كل لون نقي يعني ما كاينش شي حاجه اللي مضروبه. تقريبا خديت واحد الكيلو 700 غرام ديال السوريز، الثمن ديالو شويه زايد ولكن زوين يستاهل، لان الحاجه من البنات ملي كيكون الموسم ديالها ما تبقاوش تشوفوا في الثمن، يعني ملي كيكون الوقت ديالها ما ناخدوش حاجه مثلا غاليه والوقت ماشي ديالها، هذيك حاجه اخرى. هنا كان الخوخ هذا ما عجبنيش، كان قاصح بزاف، خديت هذاك الاول اللي وريتكم في الساشي، هذا قاصح بزاف يعني الا ضربتي به شي واحد يتجرح، خاصك تستنى يعني واحد جوج ديال الاسابيع هكا الا بغيتي تاكليه، قاصح بزاف. وخديت المشماش اللي حتى هو الموسم ديالو البنات، دابا راه الوقت ديال السويهله ديال الدلاع ديال المشماش ديال الخوخ ديال هاد البرقوق. المهم هاد السوريز
الحويجات اللي كيكون الموسم ديالها خاص ضروري ناكلو منها ونستهلكوها، ماشي بحال الحاجة مثلا اللي كيكون الوقت ماشي ديالها ومشي ناخدها بواحد الثمن اللي غالي بزاف، يعني ما كيلاش لان ما فيها حتى شي فائدة. اما الحاجة اللي كيكون الموسم ديالها وخا تاخدها بثمن زايد شوية كتبقى مزيانة ومفيدة للجسم. وهاد الفواكه البنات بقاو ترقدوهم شوية ديال الملحة، يعني مثلا ملي تبغيو تستهلكوهم او تاكلوهم رقدوهم شوية ديال الماء 10 دقائق باش يحيد لكم منهم داك السموم. وهنا راني مشيت لواحد البلاصة اخرى، هنا هذيك السالمية، ورق الرند، كاين اليازير، كاين بزاف ديال الاشياء في هاد البلاصة هادي، الفلفلة الحارة، المهم متنوعة. هادي جهة الزيتون، غادا ناخد الزيتون هذا اللي معاه الفرماج والزيتون الاسود، لانني كنت خديت الزيتون من ليدل، داك اللي كيكون حار، غادي نشوفه معايا في الفيديو ان شاء الله. المهم بغيت ندوركم هكا باش تشوفوا بلايص في دولايز، يعني البنات اللي مهتمين. الكيوي حتى هو كنت خديته من ليدل، يعني ما خديتش من هنا، الحامض عندي في الدار. وخديت بومبلوموس، خديت واحد جوج، غير جوج ديال الحبات، لان تبارك الله راه كبير، جوج كافيين، لانني كنت غناخد الليمون وخديته، يعني ما كيلاش نكتر، مع ان هاد لي سوبر مارشي قرابين ليا بزاف، ما كايناش حتى شي 500 متر وهكا باش بعادين عليا. وهنا مشيت الجهه ديال الفريز، وهذا باش تزيين الحلويات والديسير وهادشي. خديت الفريز وخديت لي ميرتي، كنت خديتهم من ليدل، وخديت منها غير الفريز والفرامبواز. ومشيت لهاد الجهه هادي باش نكمل التقضيه اللي كانت ناقصاني. وما ديوش البنات على التصوار الا كان هكا ماشي هو هذاك، راه والدي اللي كان كيصور في عمر ديالو غير 10، يعني باقي ما كملش 11 عام، غير قبلو صافي. وخديت كما لاحظتوا القرعه، هاد لي زوندي، خديت البصله الخضاريه، المهم انتم غادي تشوفوا معايا في الفيديو. خديت المعدنوس، الفجل كان عندي كنت خديته من ليدل، وزتني من هاد لي زاسبرج، صراحه كياكلوا راجلي، كناخدو كنديروا ليه مع كيعجبو هكا مصوطي. خديت البصل الخضراء، خديت هاد خديت السلطه والنعناع، البنات ديال المغرب مكتوبه فيه مروكو ديال المغرب، الريحه ديالو غزاله زوينه بزاف. خديت وحده، قطه وحده، ما يمكنش تلقاي في يديك المروكو المغرب وما تهزيش، ضروري غادي تهزي يجيك الحماس. وهنا المطيشه راني كنت واخده منها، ما خديتش، خديت القرعه الحمراء، خديت وحده يعني صغيره هكا الكسكسو او اللي سوب، هي كتجي زوينه في لي سوب. وهنا هذه مطيشه يعني اللي بغا ياخذ هكا متنوعه. والبنات البطاطا هنا ما عرفش اليوم شنو واقع اليوم، لومبالاج غير هو، ولكن الثمن ماشي هو، ما فين كيديروا لها 3 اورو وما نعرفش 49 هكاك، مي اليوم دايرين لها 6 اورو شي حاجه، لاحظوا معايا، ما نعرفش على زايدين لها في الثمن ديالها، بغيت غير نوريكم في الفيديو الساعه لقيتها زايده. وخديت هاد الساشي انا ديال البطاطا، غير هاد المتوسط هذا كافي لان مازال عندي في الدار. ودزت باش ناخد تفاح، كنت خديت التفاح الخضر من ليدل، وخديت هاد التفاح هذا كيبغيو ولادي هاد الصغيور. وهاد البلاصه هادي ميمكنش ليا نجي وما نمشيش ليها ضروري، لان عندي واحد الفوير في الدار، والدي فين ما كنجيب هاد الساشيات وكنخرج من دوك القراعي كنجي كنلقاهم سلام،
خصوصا إذا كان الويكاند، يعني غير طالع هابط. هو صراحة ما كياكلش الخبز، ولكن كياكل بحال هاد الشي. اللوز كيحماق عليه، بيستاش واللوز والعكاجو هادشي كيعجبو. كنقول معليش، المهم يعوض داكشي اللي ما كياكلوش في الخبز، ياكل هذا احسن من الخبز. وخديت البنان، البنان رخص من ليدل، هذه هي الحاجه اللي كتعجبني فيه، رخيصه بزاف. البنان عندهم داير تقريبا واحد واش اورو 20 هكاك. وهاد الجهه كانوا دايرين جايبين البيجامات ديال الوليدات والبنيات هكاك، اللاج ديال 6 سنين وربع سنين، بيجامات يعني قطن، التوب ديالو مزيان. ولدي راه كنقول ليها انت دور تصورني انا هنا، صور هو كيدور الجهة هنا، كيعجبو يصور هاد الشي، كيعجبو ما كيجي كيوقف تما جيت الحوت. وهو مشيت خديت الكونفيتير ديال المشماش، كاين بزاف ديال الانواع ديال كونفيتير، الشوكولات، العسل، ممكن بزاف الاشياء. وهنا كانوا دايرين واحد البرومو هكا اللي بسيط في الاسماك، تقريبا 20%، كومام يعني 20% احسن من والو. وهذا السمك الابيض، هذا ماشي الفيلي، وانما هذا السمك الابيض اللي زوين وفي بزاف ديال الفوائد الصحية. هذا السمك هذا ماشي بحال السمك الاخر، يعني الفيلي ما يتغلطش ليكم معاه. هذا الثمن ديالو كيكون زايد، الحق زوين في الماكله ديالو، كيجي حتى في البسطيله، وهذه كيجي مهبر هكاك اللحم، كداك الظهر ديال الحوت، يعني الظهر ديالو. واخديت جوج ديال السمك ديال لا دوغاد اللي كيجي زوين توا في الفران، ديروها البنات غير مع العطريه ديال السمك ومع شويه ديال الملحه ديال البحر وشويه الزعتر، كيجي رهيب في المذاق ديالو. وهنا ولدي كنقول ليه صور هكا الجهه ديال الاسماك، راه مسكين داير مجهود، هذا راه غير التصوير ديال وليد صغير، غير قبلو صافي. المهم انا نبارطاجيو معكم شي حاجه هكا خارج الدار، شي حاجه مختلفه. دائما الوصفات، اكيد الوصفات غادي يبقاو في القناه، وانما نقنوا شويه. وخديت واحد القطعه ديال السمك السلمون، واخا كان باقي عندي في الدار، المهم كان قريب يسالي ماشي بزاف. وهنا ما كنتش ناويه ناخذ الضلاع بالحق، مني بان ليا هكاك مقطع، قلت معليش غناخذ واحد جوج ديال المرسوات، لانني كناخذو غالبا من عند العرب، كيكون زوين هذاك ديال المغرب، وحتى هذا صدق زوين. والجهه ديال التوابل البنات هي هذه، يعني لو بغيتوا عطريه اللي تكون فري وبغيتوا تتاكدوا من انها فري، جيو خذوها من دوليز، لانها فعلا فعلا عطريه بصح، ماشي مخلطه ماشي مزوره. وخصوصا البنات اللي هكا كيديروا الماسكات للوجه وكيحتاجوا بحال الكركم، من الاحسن البنات جيو خذوا واحد القريعه صغيره هكا غير باش ديروا هكا التجميل، خذوا من دوليز راه زوينه، انا كناخذها غير منها. وهنا خديت الكركم وخديت الزنجبيل كان محتاجه، وخديت بودرة الثوم، وانا كنت خديتها من ليدل ونسيت راني خديتها، زدتني وحده اخرى معليش لانني كنحتاجها بزاف. وهذه هي الكركمه اللي كنستعمل البنات في الماسكات ديال الوجه، ان شاء الله غدا نتقاسم معكم الماسك ديال الكركم باش تشوفوا معايا. وخذوا هاد القريعات هادو البنات اللي هكا ما كيطحنوش على يدهم، ما عارفينوش شنو فيه، بغيتي تستعملي البشره ديالك خدي من دوليز، راه ماشي غالي، خدي غير هاد القريعات صغيورين، يعني هادوك الصغيره راه كيديروا غير ما نعرف واحد 97 سنت الوحده، هادوك اللي ديال البلاستيك، يعني تمن زوين هكا الوجه ديالك، والبشره راه ما كتعوض بتمام صراحه. ومشيت الجهه ديال المعكرونه او الباط وكسكسو الكينوا، هاد البلايص هنا كاين اختيارات لكم، يعني كاين اشكال وانواع. الكينوا هذيك اللي كنت حطيت دابا من يدي، هذيك الذره يعني او يعني المايس مطحونه او الذره بودره،
خديت انا تقريبا واحد الكيلو، ماشي تقريبا، خديت كيلو ديال الكسكسو 500 غرام، 500 غرام، والثمن ديال الساشي كيدير اورو 69، يعني ثمن زوين وراه بيو. وخديت الكينوا حتى هي، وهنا راه كاين العدس، كاين اللوبيا، كاين هذاك العدس الاحمر، العدس الاسود. هنا كنت كنهضر مع ولدي كنقول ليها تقرب ليا هنا باش نوري البنات، ومع الناس كانوا كيدوزوا، هو ما كيحشم، ما كيبغيش يبقى هكا يديرونجي الناس، هما دو غير مقتطفات وصافي. وهنا هذه الفلفله اللي كانوا سولوني عليها البنات، راه هي اللي محطوطه حدا هذاك القريعه، هذه اللي شديت دابا بيدي، هذيك فلفله مخلله، وهذاك الكبار. وهنا كاينين كاع لي صوص، يعني كاع لي صوص اللي يمكن تخيلهم على راسكم متواجدين عندهم. وهنا مشينا الجهه ديال الزيوت، كاين زيت القرقاع، زيت اللوز، زيت، المهم كاع الزيوت، كاين البيو، كاين الزيت ديال، المهم الزيوت ديال الطبخ. انا غدا ناخذ القريعه اللي كناخذ بحال ديما، صراحه انا كنطيب غير بزيت الزيتون، خديت قرعه من ليدل وزتني هاد القريعه هادي لانني كنستهلكو بزاف، وزت الجهه ديال الطون هكا، ديال الاسماك. هنا المايونيز، كنقول ولدي شت البنات باش يشوفوا هاد لي برومو اللي دايرين، باش اليوم مزيان. هنايا فيتامينات، كاين الاشياء هكا اللي كيستعملوا الناس اللي كيديروا الحميه، وهاد الناس اللي دايرين الريجيم، كاين بزاف ديال الاشياء. وهاد البيسكوي انا كناخذه من ديك البلاصه، كيعجبني بزاف، كان هكا كتحليه في الليل او لا ملي كنكون جيعانه كنديرو في صاكي، كيجي زوين، المذاق ديالو زوين بزاف، ماشي كيجي زوين، هو زوين فعلا. هادي الجهه ديال الخاصه بالحلويات هكا، او بلا باتيسري، يعني الحوايج اللي كنستعملو، كاين جيلاتين، كاين جيلاتين طبيعي، يعني ماشي طبيعي، يعني الجيلاتين ديال الفواكه، مفيش الحلوف او هادشي لانني قريتو. وهنا كاين الخميره ديال الخبز، الخميره ديال الحلوى، سكر فاني، كاين زريعه الكتان، بذور الخشخاش. البنات اللي كيسولوني على الزراري والنخاله، راه هي هذيك النخاله، الثمن ديالها غير 99 سنت، يعني راه ثمن زوين. ديروها هكا في الخبز، او لا في، واخا غير تقرصوا بيها وتدخلوها، هذوك لي فيبغ اللي فيها زوينين. وهنا الخميره خديتها، وخديت الخماره ديال الحلوى والسكر فاني لانني كنستهلكهم بزاف، كنحتاجهم، يعني انا كل اسبوع راني كنجي لدوليز، وبعض المرات كنجي جوج المرات. هذا الجيلاتين خديته لان غير ديال الفواكه، ان شاء الله اما نستعمله للتجميل او للطبخ، المهم يكون عندي. والجيلاتين اللي حداه راه ديال الحلوف. وهنا راه كاين الحويجات هكا، الكلاصاج ديال الحلوى، كاين بزاف ديال الاشياء فيما يخص الباتيسري. وهنا الجهه اللي كتعجبني بزاف، الجهه ديال الماعن، شفتها وجاتني الضحكه. انا كنمشي هنا، هاد تقريبا هادو ديال السيليكون، خديت منهم، خديت هادوك تقريبا بثلاثه، وهادوك حتى هما خديتهم، هادوك المربعين باقي خاصني، هادوك ليك ديال لي كيش اللي لاحظتو لتحت، ودوك المولات ديال هادوك زوينين ان شاء الله، مازال غدا ناخذهم. وهاديك القطاعة اللي كنقطع فوق منها الربيع، وهداك الشيء، هاد الكويسات راه حتى هما عندي. وهادو هما الطباسل البنات اللي كنتو كتشوفو عندي في القناة، في رمضان كنت كنحضر بيهم هكا، ندير فيهم فطور، يعني كيتباعو البياسة، بصراحة صدقوا زوينين، ولا كاليتي ديالهم اللي جودة زوينة بزاف. هاد الجهة كتعجبني، جهة الماعن،
وهاد الجهة ديال الشموع اللي حتى هما كنتو كتشوفوهم معايا عندي في رمضان هكا فوق الطبلة، كاين أشكال وأنواع. وهنا هادو فولارات ديال الراس اللي التوب ديالهم زوين بزاف، وراه كيبان تبان جودة ديالهم عالية وزوينين. الثمن ديالهم اللي مناسب يعني 11 أورو، 9 أورو، 12 أورو، ثمن اللي زوين بزاف. وهذوك المقالي البنات راه هما اللي شتو عندي واحد المرة، هما اللي كنطيب بيهم في القناة. وهنا التقضية راني كنت كندخل فيها يعني طلعتها من الدرج، وغادا نحطها فوق الطبلة ديال الكوزينة اللي تبارك الله الطبلة كبيرة كتهز ليا بعد هاد الشي مني كنجي. كنحط البنات هاد التقضية كاملة هنا، اجا ما يرجعها والله ما كنرجع حتى كنشيب. هذا واحد البلاكار اللي هي داك اللي كتشوفوا فيه حدايا، هذاك راه ما نقولش لكم بالروينه كي داير، خاصني ان شاء الله باقا ما خديتش المنظمات اللي كنت وريتكم في الاول باش ننظم دوك القراعي وداك الشيء اللي فيه، راه الروينه عندي الداخل. لو حليتو ليكم الحرب العالميه كاين الداخل. وهذه التقاضية ديال ليدل، كاين الدنجال اللي وريتكم قبيله، الخيار، هادو لي بيني، وكواسه كنت خديتها لولادي، هذيك اللوبيا مطيشة، من داك الحويجات اللي كنت خديت من ليدل. الطون حتى هو كنت خديت من تما، ولا كريم فريش، هذه اللي خاصة بالحلويات. وما نعرفش البنات علاش بدلوا لي لومبالاج، يعني كان داك لومبالاج الاول زوين اللي غادي نوري لكم بلاتي من اللي خديت من دوليز، بدلوا ليها هما لومبالاج ليدل، هو يقطع دكتور ما نعرف علاش. وخديت داك الياغورت الطبيعي، خديت فرماج، وفرماج ريكولتا راه كاين تاهو تما، وكاين فرماج موتزاريلا، ماسكاربون كنحتاجو حتى هو يعني مع لا كريم كيوقفها. وخديت ديك الفلفله الحاره، هذه التقضيه البنات ديال ليدل يعني ابار على الاخرى، يعني فرقتهم باش نوريكم. خديت الكوفر، خديت كيندر لولادي، وخديت لاباط بيتزا اللي صراحه كتنفعني في الاوقات الصعبه، مثلا كان عندي شورونديفو او لا كنت خارجه او لا شي مره ما كانش عندي الوقت، ولا بحال هاد لاباط كتنفعني. انا كنديرها في الدار ولكن دابا قلت غنجيبها معايا لان نولي نخرج ولا ما كنصور شي حاجه برا كومين، بعدا المهم تعتق الموقف وصافي. وخديت هذيك المطيشه، خديت جوج ديال العلبات هكاك او كربات صغار، وخديت لي ميرتي والليمون. الليمون البنات راني خديته من دوليز، غير تحط تما وصافي دوزته. والبيض، المهم البنات، وخديت الطحين من ليدل، وخديت البيض ديال الحلوه راه ما بينتوش ليكم. وهاد البرودوي هذا خديته باش نلمع بيه البوطة ديال السيراميك اللي عندي. وهنا التقضية ديال دولايز اللي كتعجبني، خديت الاناناس، دانو لولادي، لي بات، داك الفرماج ديال فيلادلفيا، وهداك الجبن هذا زوين بزاف بيو، والمذاق ديالو رهيب البنات. وبصلاه هذيك الخضاريه، هادو لي بونبون كان هز مولدي، وهادوك قريعات صغار يوغور لولادي، اريال. هذه هي لا كريم البنات اللي غادي جبتها من دوليز، ليدل كان عندهم بحال هكا، ولكن ما نعرفش علاش اليوم مني مشيت سولتها قالت لي لا راه هذا راه هو اللي كاين لومبالاج مبدلينو، ما نعرف واش بدلوه كل شيء ولا. هاد موتزاريلا خديت تقريبا هنايا خديت 800 غرام، 400 في 400، هذا كنحتاجو كيجيني في اللازان كيجي زوين. وخديت هاد الشوكولاتة الحلوة، وهذا الجيلاتين اللي وريتكم قبيلة، هذه العطرية اللي كنت شاركت معاكم، كركمة او كركمة، والزنجبيل، سومو هذا الولدي، تمر، تمر ليا انا صراحه كيعجبني، اللوز،
اللي كنديرو هكا في الصيف، دوك القريعات هكا في ما كتخوي وحده كتسالي، كندير فيها هادي. خديت السمك الابيض اللي غادي نوريكم مع السمك الاخر بلاتي، خديت داك هذا هو الكركم البنات اللي كنت وريتكم قبيله، خديته. خديت الفريز، هاد ال هادوك البسكوي، والسمك ديال لا دوغاد خديت جوج، وهاد الفيلي عفوا ماشي الفيلي، هاد السمك الابيض، سميدة ديال الكسكسو هنا كيلو، لبن، بنان، دنجال، ماشي دنجال، لافوكا، ماشي لافوكا، وي لافوكا. وهذيك البنات اللي كنت خديت قبيله من الليدر، راني حطيتهم تما، المانجا والافوكا والتفاح الخضار والكيوي، راني كنت حطيتهم تما في قاديتهم في ديك ديال الفواكه، والزيتون الخضار والزيتون الاسود ولي سوغيز البنات اللي عجبوني بزاف، ما نقولش لكم شنو درت فيهم مني جيت. بيتهم هما الاولين لانني جيت جيعانه، ما نقولش لكم النهار كامل، وانا عارفه النهار التقضيه راه كيكون فيه تلاويط، وماشي غير هكا، حتى ملي كتجي للدار خاص تكون عندك الخدمه الثلاجه وترتبي. انا كنت غاسله الثلاجات بجوج، نقيت وداكشي باش ما نبقاش نعاود نحط داكشي عاده مدا نمسح الثلاجه. وهنا المشماش حتى هو زوين وحلو، ما نقولش لكم البنات، كثرت عليكم ودي ما نقولش لكم، ما نقولش لكم فعلا، مني كتعجبني الحاجه كنبقى نقول ما نقولش لكم. بص هذا سمك السلمون، هذه هذا الخس او السلطه، نعناع ديال المغرب، هذا بومبلوموس اكيد راه باين، يبان يوجد دوك الكرات تما، دوك جوج الكرات عرفت، هو تفاح كيكون زوين هذا وحلو، هاد التفاح الصغيور دائما ما تاخدوش داك التفاح اللي كيكون كبير، انا كيجيني باسل. هذا الزيت اللي كنت خديت من ليدل، والزيت القرعه اللي كنت خديت من دوليز، وخديت العصير لولادي، وخديت هاد الخوخ، هاد جوج داك اللي حرش وداك اللي ملس كيتلفوا لي انا الاسماء ديالهم جوج، واش كله خوخ ولا ما نعرف. الكيتشاب، مايونيز، خديت الكونفيتور، خديت الشوكولاتة للدراري، فرماج ديال الساندويش، هاد المهم هادو، هاد الاشياء هادو كيبغي مراجلي هما اللي كيسكن، يعني كنطيبهم ليه بزاف، كيعجبوه مع السمك. والدلاع، هاد جوج طروف هادو، شوفوا البنات جوج طروفة، ماشي بحال المغرب زيد دلاعة وخرجي، جوج طروفة 5 أورو. وخديت ديك المطيشة أو ديال هكا البيتزا، وكنت خديت هاد الحويجات هادو من ليدل، هاد فولارات ديال البحر، ولكن ماما كتجيوها هكا بحال الفولارات طوالين زوينين، خديتهم ليها. وخديت شورت لوالدي ديال البحر لقيتو في ليدل، وخديت هادوك ديال الماعن. وهذه هي التقضية ديالي البنات، اللي النهار اللي كان شاق، نهار التقضية راه دائما كيكون شاق، وما عزيزش عليا البنات انا نخطف كل نهار كنجيب حاجه، صراحه كنتعب مع الاولاد والمدرسه، كنجي نبغي ندخل الدار نلقى كل شيء، واخا تكون حداك المجازة صعيب انك كل نهار تمشي تجيبي حاجه. كاين اللي كيعجب ان تريني هكا كتمشى ويكون عندها الوقت، يعني هذاك الشيء كيجيب لي ستريس، كنبغي نجيب كل شيء ونبرك، كنجيب حاجه كنسى حاجه، نجيب حاجه نسى حاجه، كنعيا. وهادو لي سوغيز انا غنقربهم ليكم عاود، صراحه كيعجبوني لي سوغيز بزاف. كانت شميش هنا نوريكم لا تيغاس، كان الشمس وكان الجو غزال، اليوم كان الجو زوين مختلف على الايام اخرى. تقضي البنات اللي محطوطه تم واللي في الارض خاصها شي كامل يرجع،
صراحة، وكانوا العظام عندي مثاليين، ونسيت ما وريتكمش الباقية. فلفلة، شامبينيو، واخديت هاد الليشو هذا الكسكسو، وغادا نخوي هذاك لي سوغيز، غادا نخويهم هنا. غسلت منهم دابا واحد شوية هكا لولادي، جوج بغاو ياكلوا، ولدي الاخر ما بغاش، عنده شبعان ما نعرفش، كل واحد واحد بغا واحد ما بغاش. كتحير الام ملي كيبغي واحد الحاجه والاخر ما كيبغيهاش. كنقول لي انا واش كاين شي حد كيكره ياكل لي سوغيز؟ اول حاجه ملي درتها راح دو حوايجي ما حطيتهمش، غير حطيت تقضيه وصورت معاكم. كنت مشعله الفران كيسخن، جبت معايا هاد البيتزا، جيت اللي كيكون تكون في اليد، الجوج في جوج في واحد، يعني جوج في كرتونه واحده. طيبت لهم هاد جوج البيتزات، صراحه عتقت الموقف، ما عطيتهم لي سوغيز هما الاولين. دائما سبقوا البنات كما قال الدكتور الفايد، سبقوا الفواكه هي الاولى، وعطيتهم هاد البيتزا هادي. صراحه كتجي زوينه هادي بالموزاريلا. وكنتمنى البنات ان هذا الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم اكيد ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، باش هكا ان شاء الله نكثر لكم حلقات فيديوهات، ونمشي نخرجكم هكا المجازات. البنات اللي مهتمين هكا باللباس وبهادشي، ان شاء الله اكيد غدا ندير معاكم جولات، يعني ما تبقاوش غير في الكوزينة، واكيد الكوزينة كاينة هي اللي حاضرة بقوة، وانما نخلطوها هكا مرة مرة. ودزت باش نحط الفواكه، كاين اللي كيغسلهم ويحطهم، انا يعني ما غالبا انني انا اللي كنعطي لولادي، كنغسل مني كنبغي نستعمل حاجة، ما كيعجبنيش نغسلها ونحطها، لانهم هما نقايا، يعني ما كاينش شي حاجة ماشي جايبها من السوق، يعني راه جايبها من السوبر مارشي نقيين. وغادا نرتب هاد المشماش وهاد الشي، يعني كي اللي كيغسل الفواكه ويحطها راه ما كتبقاش زوينة، كتخماج. من الأحسن أن الإنسان اللي كيبغي ياكل هكا الفواكه يغسلهم هكا، يقدم شوية الملحة ويغسلهم. وهنا البنات راني تقريبا الفيديو سهلان، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.